السيليكانث. حفريات الأسماك التي تنتمي لفئة السيليكانث تم تصويرها ذات مرة أسطورة الانتقال من الماء إلى الأرض، وبناء على الأحفور المتبقي من اقترح علماء الأحياء المؤمنون أنه بدائية قد تطورت داخل جسم هذا المخلوق، وقد ذكرت هذه الأسطورة في عدد واسع من المصادر المرجعية، حتى تم نشر صور تظهر أسماك السيليكان أثناء مرحلة خروجها من الماء إلى الأرض الجافة، وكل هذا كان مبني هذا المخلوق. ومع ذلك قد تم التوصل اكتشاف أكثر للاهتمام في المحيط الهندي في 22 سبتمبر 1988، وهو حي من نوع لاتيميريا ينتمي إلى عائلة السيليكان. وصفه كشكل وسيط منقرض عاش منذ 70 مليون عام وقد عُرف البحر. قد كان اكتشاف السيليكان صدمة كبيرة لعلماء التطور. كان عالم الحفريات جي إل بي سميث والمؤمن بمذهب التطور أنه لم يكن سيندهش أكثر لو كان قد صادف ديناصورا في الشارع. وفي التالية لذلك تم العثور من 100 نوع سيليكان أخرى. ومع الإمساك بهذه الأسماك تبين كل هذه التوقعات بشأن هذه الحيوانات كانت غير حقيقية. وعلى عكس ما كان مقترحا فأسماك لم يكن لديها لا رئة بدائية ولا أدمغة، ولكن الذي تخيل التطور أنها بدائية سوى كيس دهني في جسمك. إضافة إلى ذلك، أسماك السيليكانث طورت على زواحف تستطيع الانتقال من الماء، لأنها أسماك تعيش في أعمق نقطة قاع المحيط تقريباً ارتفاع أكثر من 80 متر. هنا اختلفت شعبية أسماك السيليكانث عند التطور. وقال عالم الحفريات بيتر فود: اكتشاف اللاتيميريا زاد الأمل في جمع معلومات مبكرة تحول الأسماك إلى حيث كان عند ملفة بأن أسماك كانت أقرب إلى رباعي القرن، لكن دراسات علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء اللاتيميريا وجدت أن نظرية هذه العلاقة ناقصة، وأن سمعة سيليكانث كحلقة تبدو. فالشكل الأكثر سيليكانا والذي هو صحيح مصداقيته نهائيا.